نستكمل حديثنا عن الميديستاينال نود الراديشن اكوردنج تو كومياما او توزاوا ماب. هنتكلم على ستيشن 7 سب كارينال نود. الكرينا بوردر بتاعي هيبقى الكرينا، بعد كده الكودال على حسب الليفت سايد هيبقى الابر بوردر بتاعت اللور لوب برونكس، الابر بوردر بتاعت اللور لوب برونكس. احنا عارفين اللي على الليفت سايد المين برونكاي، ليفت مين برونكاي بتتقسم لتو برونكس، ابر مين برونكس ولور مين برونكس. لور لوب برونكس يبقى ابر لوب برونكس ولور لوب برونكس، ابر لوب برونكس ولور لوب برونكس. يبقى انا هقف مع الابر بوردر بتاعت اللور لوب برونكس. الرايت سايد هتبقى اللور بوردر بتاعت البرونكس انترميديس، المفروض البرونكس انترميديس دي نفسها هترجع تنقسم تاني، فانا بقى اقف مع البرونكس انترميديس. المفروض على الرايت سايد بيتقسم الابر لوب برونكس وبرونكس انترميديس. برونكس انترميديس ديت في الترمينيشن بتاعها بترجع تتقسم لميدل لوب برونكس ولور لوب برونكس. يبقى على اللور بوردر بتاعت البرونكس البرونكس انترميديس الملايه برونكس انترميديس بدا يطلع منها برانش لارج برانش، يبقى كده البرونكس انترميديس حصل فيها ديفيجن، يبقى دي اللور بوردر بتاع برونكس انترميديس. على الليفت بوردر بتاعتي قبل الابر مارجن بتاعت الليفت لور لوب برونكس هتبقى الليفت مين برونكس، اللي انا لسه ستيل الليفت مين برونكس موجود. طب بعد الليفل ده هتبقى هنستبدل الليفل ده لان انا على الليفت سايد ما عادش نلاحظ السب كارينال نودال ستيشن، الستيشن بتبقى مايله زي ما احنا شايفين كده للور الكرينيال بتاعها واحد، على بس الكودال بتاعها مايل يمة رايت سايد لانه هيوصل مع اللور بوردر بتاع برونكس انترميديس، في حين على الليفت سايد هينتهي عند اللور بوردر بتاع الابر بوردر بتاع اللور لوب برونكس. يعني اول ما الاقي الابر اللي حصل ديفيجن ما بين الليفت مين برونكس لابر لوب برونكس ولور ليب لور لوب برونكس، وابقى مع اللور بوردر الابر بوردر بتاعت اللور لوب برونكس، فده هيخليني على الليفت سايد فوق قبل الليفل ده هيبقى الليفت مين برونكس. بعد كده هاخد الاسوفجس اللي هو ستيشن رقم 8 هي تبقى الليفت بوردر بتاعي. الرايت طبعا هيبقى رايت مين برونكس والبرونكس انترميديس. الانتيور بوردر بتاعي اباف المين برونكس هيبقى عباره عن خط فيرجوال بيوصل التو مين برونكاي ببعض بحيث يفصلها عن العشرة والعشرة ار زي ما احنا شايفين كده. وبلو ذات ليفل هيبقى عباره عن الهارت وجريت فيزلز، ادي جريت فيزلز والهارت، الهارت والجريت فيزلز هي الانتيور ريليشن شيب او الانتيور بوردر بتاعي. بص البوردر عباره عن خط وهمي برضه فيجوال لاين بيمشي مع البوستيريور بتاع الرايت والليفت مين برونكاي وهيفصل ما بينها وما بين ستيشن 8. يبقى كده احنا حددنا البوردرات بتاعتي. يبقى انا كرينيال هيبقى الكارينا، الكودال على حسب على ليفت سايد غير الرايت سايد، على الرايت سايد هيبقى اللور بوردر بتاع برونكوس انترميديوس، على الليفت سايد هتبقى الابر بوردر بتاعت الليفت مين برونكوس. الليفت بوردر بتاعتي على حسب برضو اباف الابر مارجن بتاعت الليفت لور برونكوس هتبقى الليفت مين برونكوس اللي هي دي. بلو ذات هيبقى عباره عن الرايت لاترا بوردر بتاع الاسوفجس وحواليها ستيشن 8. الرايت بوردر بتاعتي هتبقى الرايت مين برونكس وبرونكس انترميديوس. و الانتيرور بتاعي هيبقى في وجود التو مين برونكاي هيبقى الفيرجوال لاين من اللي ما بينهم، بعد ما التو المين برونكس يختفوا وتظهر برونكس انترميديوس وتظهر على اليمه الثانيه بدايه الابر بوردر بتاعت الليفت لور برونكس هيبقى الجريت فيزلز والهارت. بعد كده البوستير بوردر بتاعي يبقى فيرجوال لاين بيوصل التو مين برونكاي مع بعض، هبطها عن ستيشن 8. نرسم بقى اول حاجه تحديد، نلاحظ اللي في الساجيتال فيو انا عندي التو مين برونكاي هنا همت، واحده رايت واحده ليفت. التيشو اللي ما بينهم ده هو ده التيشو بتاع المين برو اللي هي السب كارنال نودال ستيشن. يبقى ده كده اخر قط في قبل الكارينا، كده بدات الكارينا. يبقى اهوت انا كده بتكلم في بدايه التيشوز، بدا هنا اهو. يبقى التيشو الخفيف اللي موجود في الحته دي كده هو ده اللي المقصود بيه السب كارينال نودال ستيشن، تمام اهو. فيرجوال لاين يوصل الاثنين ببعض، يبقى ده فيرجوال لاين هوصل الاثنين ببعض. بعد كده اخد السوفت تيشو اللي بتوين التو برونكاي، بعد كده البوستيرو بتاع البوست برونكاي، و
اقفل الفوليوم بتاعي، تمام. القط اللي بعديه اوصل anterior سيرفيس بتوع البوز برونكاي من برونكاي، البوستيريور سيرفيس بتاع البوز برونكاي، و تمام. عيني بقى على طبعا اللي ظاهره ديت الابر لوب برونكس، لسه برونكس انترميدياس ديت الابر لوب برونكس، يبقى دي المين برونكس، رايت مين برونكس، ودي الابر بوردر بتاعتها. واليمه الثانيه هتظهر دلوقتي الليفت مين برونكس، هتظهر الابر لوب برونكس على اليمه الثانيه على اليمه الليفت. اوصل التو مع بعض، اخد السوفت تيشو ان بتوين البوستيريور سيرفيس اوف بوس، واقفل، اوصل الاتنين ببعض، واقفل، اوصل، اخد دي كده، واقفل، يبقى كده الابر لوب برونكس. ودي كده هتبتدي الابر بوردر بتاعت الليفت لوب برونكس، الليفت رول لوب. نقلب قط كمان، يبقى انا كده دي كده كده الابر لوب برونكس، وكده ديت يبقى الابر بوردر بتاعت اللور لوب برونكس. يبقى ده كده الكودل على اليمادي، يبقى ده الكودل على اليمادي. هوصل الاتنين ببعض، واخد التشو ان بتوين بوستيرو اوف ذا بوس، اللنج داخله شويه مش مشكله عادي، والبوستيرو بتاع البوس، واقفل. يبقى ده اخر قط. هطلع بقى اكول القطات اللي ما بينهم، تمام. يبقى انا ما عدتش هرسم هنا، لاحظ الاسوفجاس بدأ يجي في المكان ده، يبقى انا كده الاسوفجاس هو هيعمل ابوتمنت للمنطقه دي. يبقى انا عيني على البرونكس الترميدياس، دي بقى اصبحت البرونكس الترميدياس كده الابر لوب، فاختفت اتقفلت البرونكس. فيبقى كده يعني كده المين برونكس كده بدأ تظهر الابر لوب برونكس، كده انتهت الابر لوب برونكس، بقت دي برونكس انترميدياس. اما الاقي دي بقى حصل فيها ديفيجن يبقى هي بدأت ديفايد، يبقى كده انتهت برونكس انترميدياس. الحركه دي كده ديفيجن وبرونكس انترميدياس، يبقى كده برونكس انترميدياس انتهت، يبقى دي البرونكس انترميدياس. ازاي عرفتها؟ انا عندي التراكيه حصل بايفوركيشن، واحده ليفت واحده رايت، اما الاقي ديت حصل الونجيشن برونكس كده للمين برونكس كده، يبقى في برونكاي طلعت منها، ديت اسمها الابر لوب برونكس. كده الابر لوب برونكس انتهت لان رجعت بقت سيركولر، يبقى السيركول ستراكشر ده اسمه برونكس انترميدياس. بعد كده البرونكس انترميدياس هتبدا تديفايد، كده ديفايد دهيت، يبقى انا حليت محلها الاسوفجس اهوت هنا. يبقى انا هاخد الانتيور بتاعي زي ما هو، هوصل لحد المكان اللي موجود في الاسوفجس، واخد السوفت تيشو ده كده، واقفل اللي تحت نفس الحكايه الانتي دي، واوصل لحد الاسوفجس اللي احنا قلنا عليها الرايت لاتر بوردر اوف الاسوفجس، واقفل هنا. ادي الانتيور بتاعه، تلاحظ ان انا مور اور ليس بوستيرور تو ذا هارت اند جريت فيزل، يبقى بوستيرور تو ذا هارت اند جريت فيزل، واخد السوفت تيشو ده كده، واقفل كده. اوريدي اخر قط هرسمه لان كده حصل ديفيجن للبرونكوس انترميدياس. يبقى نراجع تاني الريليشن شيب بتاعتنا، انا هنا كده ال تو ذا رايت الرايت مين برونكوس، تو ذا ليفت الليفت مين برونكوس، والانتيريور فيرجوال لاين والبوستيريور فيرجوال لاين، بعد كده الفيرجوال لاين والفيرجوال لاين والمين برونكوس اليمادي والمين برونكوس اليمادي. كده بدأ يطلع، ظهرت المين رايت مين برونكس الابر الليفت ابر لوب برونكس. يبقى اللي بعديها اما تنتهي يبقى ظهر الابر بوردر بتاعت يعني انا كده، يبقى انا في القط ده
ده اعلى قط في الليفت لور لوب برونكس. على اليمه الثانيه الابر لوب برونكس، هنا كده المين برونكس الليفت رايت مين برونكس حاسه طلع منها الابر لوب برونكس انتهت، يبقى دي اصبح برونكس انترميديس، اصبح ريليشن شيب اليمادي البرونكس انترميديس. بعد كده دي البرونكس انترميديس من اليمادي، اليمه الثانيه بدا اخد الفوليوم بتاعي التزم بالاسوفجس، الاسوفجس هنا اهوت التزمت بيه، التزمت بالاسوفجس برضو واليمادي على الرايت البرونكس انترميديس لحد ما يحصل ديفيجن. كده حصل ديفيجن برونكس انترميديس، يبقى كده انا نهيت الفوليوم بتاعي. صغر اهو صاب كارنل زي ما احنا زي ما اتوصف في الكتاب. اهوت لو تمام نشوف حالة تانية. نشوف الحالة ديت دي اللي احنا كنا بنرسم فيها الأساسية، بس مشكلتها اللي اتقطت مش مكملة، مش عارفة أكمل باين ده. أنا ممكن أكمل بس اللي هو ده، أكمل ال ده كده كده زي ما احنا شايفين دي بداية الكارنل هناك، اهيت بداية الكارنل هوصل فيرجوالي البوث سايدز ببعض، أوصلهم بفيرجوال لاين تو من برونكاي ببعض، ويبقى اليمادي كده الرايت مين برونكس واليمادي الليفت مين برونكس، واقفل الفوليوم بتاعي طبعا عشان ما عملتش الت كده كده بوستيرو بتاع البوز باي فيرجوال لاين، واقفل القط اللي بعديه. ستيل لو انا غيرت الكونتراست شوية اوكي بحيث ابقى شايف اليومن كويس بتاعت البرونكاي. كده المين برونكاس كده طلع فتحت كده الابر لوب برونكاس. على الليفت سايد لسه الليفت سايد كده بدأ، يبقى ديت الابر لوب برونكاس على الليفت سايد، يبقى تاني ديت الرايت مين برونكاس ودي الليفت مين برونكاس. كده طلع الابر لوب برونكس، هتبدا تلاقيها هتتحول لسيركو ستراكشر، ديت اصبحت برونكس انترميديس. برونكس انترميديس هتكمل لحد ما ترجع تديفايد، بدات يطلع منها حاجه المشكله اللي هي مش مكمله دي، كده حصل ديفيجن ليها. اليمه الثانيه هتلاقي كده الليفت مين برونكس هيطلع منها الابر لوب برونكس، اما تنتهي الابر لوب برونكس يبقى اللي هتبقى منها ديت اسمها اللور لوب برونكس اللي هي دي كده الابر بوردر بتاعت دي كده، يبقى دي كده اللي اصبحت اللور لوب برونكس اللي هي الجزء ده كده اهيت كده ابر اللور لوب برونكس ظهرت اهي، دي كده اللور لوب برونكس. يبقى ده اخر قط المفروض ارسم فيه الفوليوم بتاع السب كارينال. نرجع بقى لبقيه الرسم، يبقى انا كده رسمت القط ده، القط ده هوصل الاثنين فيرجوال لاين وستيريو فيرجوال لاين، فيرجوال لاين فيرجوال لاين بتوين بولس طبعا برونكوس الترميديس زي ما احنا شايفينها دلوقتي، الاسوفجس الظهر بعمل له افويد. فيرجوال لاين لسه هو الانتيرو، والبوستيرو بتاعي فيرجوال لاين برضو بس بافويد الاسوفجس. ظهرت الليفت لور لوب برونكوس كده الابر اهيت،
كده المين برونكس وده الابر، اهيت بدا يحصل يحصل سبليتنج، ادي واحده فوق وواحده تحت، يبقى كده انا بدات اللور الليفت لور لوب برونكس، يبقى انا هنتهي عند القط ده كده، اخر قط هرسم فيه اخد الانتيرور ريليشن شيب واخد اللي هو اوصل بتوين الاثنين واقفل الفوليوم بتاعي. الفوليوم اللي بعديه بقى هبدا ابرس اخد الفوليوم بتاعي تو رايت سايد، يبقى انا هلتزم بالبرونكس دي برونكس انترميدياس ويا دي اللايت بوردر بتاعت الاسوفجاس اللي احنا شايفينه ده، يبقى ده كده الاسوفجاس اهوت، يبقى هلتزم معاه. هنا نفس الحكايه طبعا، انا قدامي كده الجريت فيزلز والهارت، عيني بقى على البرونكس انترميدياس عشان ما يحصل لها ديفيجن، اوقف لحد دلوقتي لسه نوت ديفايدد، لسه نراجع بقى الحتة دي عشان انا حاسس ان هي ديفايدد، لا نص، لسه كده بدأت تديفايد اهي، لو غيرت الكونتراست ماشي. اليومن بتاعتها ادي الابر لوب برونكس، برونكس انترميديس اتكونت، بعد كده دي برونكس انترميديس لسه ما حصلش، بدا انا هنا حاسس ان بدات برونكس انترميديس دي برانش، يبقى غالبا ده هيبقى اخر قط هرسم عنده السب كارينال نودال ستيشن اللي هي ليفل 7. نراجع اهوت اهي الحركه اللي قلت لكم عليها، هنا لو انا بصينا على الساجيتال فيو هتلاقيها مايله رايحه على يمه الرايت سايد، يمه الليفت منتهيه بدري، منتهيه شايفين ادي الابر لوب برونكس وادي اللور لوب برونكس، ادي الابر بوردر بتاعتها. هنا نفس الحكايه، ادي الابر لوب برونكس وادي البرونكس انترميدياس ماشي مع البرونكس انترميدياس، تبقى تو ذا رايت. في قط تقريبا انا ناسيه في النص، في قطات ناسيها ماشي، ارسم القط اللي انا ناسيها وقطين اوكيشن ماشي اوكي. طبعا محتاج اغير الكونتراست بتاعي عشان اعرف الاسوفجس البوردر بتاعته فين، لان بدأت الدنيا تبقى هيزي. ادي الاسوفجس، ادي الاسوفجس، ادي الاسوفجس غالبا هنا، يبقى انا محتاج اكبر الفوليوم ده، بس هو كده يعتبر كويس ماشي. نروح بقى ل سي تي تاني، السي تي ده انا فاتحه لحاجة تانية، الهدف تاني ماشي اوكي، ننتظر لما تحمل. نقفل اطلع قبل الديفيجن بتاع البونكاي قبل الكارينا اوكي، السيتي كواليتي بتاعتها كويسة بإذن الله هتساعدنا. يبقى ادي التيشو بدأ يتكون، يبقى انا اقدر ارسم هنا، ممكن اكبر كمان، انا كده على اعلى درجة تكبير اوكي. اخد اي ستراكشر اوصل الطو، ممكن اخليها عشان تساعدني في الرسم، ممكن اخليها تبقى لونج، انا كده كده مشكلتي هتبقى في الديفرنشيشن ما بين الاسوفجس والباين، هو محتاج كده هغير تاني الويندو بتاعتي. فري هاند ارسم بتوين التو برونكاس، ادي اوصل الانتيور سيرفيس بتو البوز برونكاي، وادي الليفت اليمادي والرايت اليمادي. طبعا انا شايف هنا الرايت من برونكاس بدأت تبان، وغالبا اللي طالع منها ده طالع منها السيجمنتال برونكاي تمام. هنا اوصلهم ببعض، وادي بوستيرلي فيجوال لاين، واقفل اللي بعد كده. كده انا باخد يمة الرايت برونكاس انترميديس ويمة الليفت الليفت مين برونكاس، احنا عارفين ليفت مين برونكس اللي بتبقى اللي واخده كورس اكبر واطول من الرايت، رايت بتنقسم ديفايدد رابيدلي، يبقى الانتيرو بتاع البوس والبوستيرو بتاع البوس. ممكن من ضمن الحاجات اللي انا ارسم اكبر واقوم شايل اعمل كروبنج للفوليوم بتاعي واشيل،
طبعا ديت اللي بدأت كده الابر لوبر برونكاس تبان، يبقى هاخد الاتنين كده وادي الابر لوب برونكاس، وهنتظر بقى اما ايه الليفت لور لوب برونكاس تبان. دي كده لسه الابر، يبقى كده دي الابر بوردر بتاعت الليفت لوبر برونكاس، يبقى كده بدأت الليفت لور برونكاس تظهر. هاخد المسافة اللي ما بينها جريد فيزلز طبعا، ماشي، يبقى لحد دلوقتي تمام. هفضل لي بقى اللي انا هعرف اطلع الاسوفجس كويس عشان هحتاجه دلوقتي، هيبقى هو الليفت بتاعي، خليه ميدياستاينم، هدور على الاسوفجس، ادي الاسوفجس، المفروض ورا الليفت من برونكوس في الحتة دي تمام اهوت، ادي الاسوفجس انا قوت واوكلودت بس هنا. عيني على البرونكوس انترميدياس، ادي البرونكوس انترميدياس كده، برونكوس انترميدياس ديفايدد، يبقى ده اخر قط بالنسبة لي. يبقى انا هنا هاخد الجريد فيزلز بوستيرلي انتيرلي وبوستيرلي الفيرجوال لاين لحد اللاترال بوردر بتاعت الاسوفجس، واقفل الفوليوم بتاعي. القط اللي قبليه نفس الحكاية، anterior great vessels، نشوف هل عمل، مش هيعمل interpolation للأسف، قصدي مش هيعمل لي reconstruction اللي أنا عامله ده. ظهر هنا المفروض تبقى مايلة مع الميل بتاع الأسوفكس بتاع، قصدي الكارينال السب كارينال زون، بحيث أبقى على يمة الليفت أعلى ويمة الرايت أوطى بكتير عشان ماشي مع نهاية البرونكوس الترميديس. شوف الحالة الأخرانية، بدأت تمام ديفايدد اهيت يعني زي الفل كده. الكواليتي بتاعت السي دي ممتازة. ممكن اغير شوية اخليها برضو زي ما احنا قلنا لانج، بحيث اشوف كونكاي اكتر. هوصل ادي فيرجوال لاين بتوين ذا بوس برونكاي ليفت من برونكاس ورايت من برونكاس، زي ما احنا شايفين هنا طالع الابر لوب برونكاس، ادي كده الابر لوب برونكاس والليفت من برونكاس، ووصل فيرجوال لاين ما بينهم كده، اتقفل، يبقى كده انتهى. يبقى دي البرونكاس انترميدياس وديت الليفت مين برونكاس، بدأ يحصل الونجيشن شوية في الليفت مين برونكاس، يعني هتحس اللي بعديها هتطلع برونكاي اللي هي دي هتبدأ تتحد هنا. ده برانش طبعا اللي بيروح يدي الابر لوب مش بيدي للينجولا، هيبدأ يتحد، اتحد اهوت، يبقى كده شور ده كده الليفت ابر لوب. اما تنزل دي كده لتحت يبقى بدأت اللور برونكس، الليفت لور برونكس، ايوه كده ادي الليفت لور برونكس بدايتها اهيت، يبقى دي الابر بوردر بتاعتها. في نفس الوقت الاسوفاجس هناك اهوت، يبقى انا كده في القط ده هاخد الانتيور بتاع البرونكوس الترميدياس مع الانتيور بتاع البرونكوس ديت، وافويد اللانج، واقفل الفوليوم بتاعي. بعد القط ده هبدا اخد اليمه دي واخد الليفت لاترال بوردر اوف ذا اسوفاجس، يبقى البرونكوس الترميدياس وادي الاسوفاجس، ادي الاسوفاجس وادي البرونكوس انترميدياس، واوصل طبعا الجريد فيزلز هي اللي موجوده انتيرو اللي في المنطقه ديت.
هنا لاحظ اه بدأت البرونكوس ترميديز يطلع منها برانش اهوت، يبقى كده البرونكوس ترميديز ديفايد، يبقى انا ممكن اقفل القط اللي فوقيه والاسوفجس اللي موجود يمة الرايت واقفل الفوليوم بتاعي. الخطوات اللي انا فوتها ممكن ارسمها ادي، اوصل الانتيور بالسيرفيس بتاع البوص وامشي مع الليفت بوردر بتاعت الرايت من برونكاس، وبعدين اوصل البوستيرور سيرفيس بتاعهم، وبعد كده ابقى مع الرايت وول بتاع الليفت من برونكاس واقفل الفوليوم بتاعي. تمام، ادي فيرجوال لاين بتوين الانتيور سيرفيس، بعد كده البوستيرور سيرفيس واقفل الانتيور سيرفيس وكده. اقفل الرايت والليفت وول بتاع الرايت بروكس انترميدياس واقفل. نحاول بقى نشوفها في الكونستراكشن. تمام، مشكلة الكونستراكشن ياخد وقت كده. يبقى خلصنا رسم ستيشن رقم 7 سب كيرنال نودل ستيشن.